بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نواصل مع الترانسفورماتور مونوفازي. اليوم راح نشوفو لابلاك سينياليتيك دا ترانسفورماتور. طبعا هذا لابلاك سينياليتيك مهمة جدا، هي تريز امبورطونت، لأنه الإنسان مثلا لما يكون عنده أن ترانسفورماتور تاع الطلو ويحب يعوضه، لازم يعوضه بترانسفورماتور مماثل له، ممكن ماشي نفس لامارك بصح مماثل له. وباش يعرف اسكو هذا الترانسفورماتور مماثل له من حيث لابيسونس، من حيث الكورونومينال، من حيث لاخو لاطونسيون تاع لو بريمير، لاطونسيون تاع لو سيكوندير، هذو كامل لازم نقراوهم لابلاك سينياليتيك. ايضا اسكو شحال الحمايه نتاعو، اسكو كاين دي كونديسيون ما لازمش يخدم فيهم، كاين دي كونديسيون لازم يخدم فيهم، هذو كلهم لازم نعرفوا نقراو لابلاك سينياليتيك. طبعا هذه لابلاك سينياليتيك اي واحد يقدر يقراها، اي واحد يقدر يتعلمها وحده، ولكن انا الهدف تاعي هو اني ننبهكم لهذا، يعني نلفت انتباهك لهذه الاهميه، لانه انا يهمني الاهم والمهم انك دائما تنتبه انه كاينه اون بلاك سينياليتيك لازم تقراها. اذا نبداو نشوفوا، ما نقدروش نشوفوها كامل، ولكن نشوفوا الاهم والمهم في هذا البلاك سينياليتيك. اذا اول حاجه راح نشوفوها هو لو نومبر دو فاز دو ترانسفورماتور. لو ترانسفورماتور على بالكم بلي يقدر يكون عندي ان ترانسفورماتور مونوفازي، كيما يقدر يكون عندي ان ترانسفورماتور تريفازي. لو كا تاعها هنايا شوفوا كاتبين 3 وهنا كاين فاز، دونك تقدر تلقى هنا اون فاز مونوفازي، تقدر تلقى 3 فاز. اذا هذه هنايا فاز. حنا نلقاو لا فريكونس نومينال ديوتيليزاسيون دو ترانسفورماتور، كيما هنا راهم يقولنا 50 هرتز، دونك تشوف هنا هرتز، هنا تلقى 50 هرتز. اذا وكنا شفنا باللي كي تبدل لا فريكونس يتبدلوا لي بيرت فير، ولا مازال ما شفناهمش الله اعلم. المهم حتى مازال ما شفناهمش، ديروا فراسكم باللي كي تغير لا فريكونس داليمونطاسيون راح يتغيروا الضياع تاع الطاقه، يتغير. اذا لو رودمون تاع الموتور باختصار راح يتاثر بلا فريكونس دو فونكسيونمون. ثم عندنا رفروادي هنايا، معناه لو تيب دو رفرواديسمون دو ترانسفورماتور. اذا عندنا الاو ان وعندنا الا ان وعندنا الا اف. او ان واش معناه؟ سيركيلاسيون دويل ناتوريل، دونك الاو هذه تاع اويل او لونغلي ناتوريل، دونك لا سيركيلاسيون تاع الويل الاو ناتوريل. ولا عندي ار سيركيلاسيون تاع لار ناتوريل، دونك ا ان، دونك تقدر تبردو بلو موفمون تاع الزيت طريقة طبيعية تحرك الزيت، أو بحركة الهواء الطبيعية. ثم يقدر يكون عندي سيركيلاسيون دير فورسي، ويقدر يكون عندي كومبينيزون كيما هنا أو أن أ أن، دونك لي دو سيركيلاسيون تاع الويل ولا راهم ناتورال هنايا، لا لا عندي الويل ناتورال ولا يكون فورسي. كيما لو ترانسفورماتور هنا هذا رانا فيه كاتبين أ أن، أ أن واش معناه؟ معناه راهم يبردو فيه بسيركيلاسيون دير ناتورال. ثم هنا عندي لا كلاس تيرميك ديزولاسيون. مثلا لازم تعرفوا باللي لي بوبين تاعنا لو فيل هذا كيكون مسبوق بواحد لو فيرني باش يشكل عازل بين خيط وخيط، لانه انت عندك خيط من الفوق فوق خيط، وبالتالي لازم يكون سينو يصرا كورسي سيركوي بيناتهم، لانه لو كور يعقب في لو فيل هذا ويبقى يدور، دونك شغل الخيوط يتماصلوا بيناتهم. دونك واش نديرو لهم؟ حنا نديرو لهم ان فيرني. هذا لو فيرني مع لي فيجول يقدر يذوب بسبب الحال، لانه لي فيجول يطلق حراره، لانه يعني الكهرباء تضيع على شكل حراره، هذا هو لي فيجول، وبالتالي لو فيرني هذا كيقدر يذوب، ولا هذا بيصرى ما ان كو سيركوي سمو اونتر سبير، معناها ما بين الحلقات. اذا لو ترانسفورماتور عنده درجه حراره يحملها معينه. هنا عندي لا كلاس تيرميك تاع لا هوت طونسيون، معناها تاع لو بريمير اللي هو سمو لا هوت طونسيون، وكي تشوفوا لا باس طونسيون مع لو سيكوندير. يعني عندي دو بوبيناج، عندي لو بوبيناج تاع لو بريمير وعندي لو بوبيناج تاع لو سيكوندير. دونك حنايا لازم نعرفوا لا كلاس ديزولاسيون تاعهم. انا واش يقول لك؟ ديفيني لا ليميت ماكسيمال كي بوف سيبورتي ليزولون ليزولون. ليزولون هو لو فيرني اللي حكيت لكم عليه. دونك نشوفوا، نعطيكم ان اكزومبل. هنا طابلو مثلا، كان تشوفوا هنا ترانسفورماتور كاتبين لي دو زورولمون دايرين لهم اف اف، دونك لو بريمير لو سيكوندير لا كلاس ديزولاسيون تاعهم هي اف. واش معناها اف؟ معناها يقدر يحمل اون تومبيراتور جوسكا 100 55 دوغري سيلسيوس،
فوقها الى الترانسفورماتور فات هذا الحراره، ديروا فراسكم بلي لي زون يذوب وندخلوا في ان ديفو دو كور سيركوي اونتر سبير. اللون تاعو هو يكون ترونسبارون. لو كان عندنا كلاس بي دونك يحمل حتى 130، كان عندنا كلاس اش دونك يحمل حتى 180. كل وحده واللون تاعها، عندنا لو نوار بور لا كلاس بي، لو ترونسبارون بور لا كلاس اف، وعندنا لو جون بور لا كلاس اش. دوكا عندي لو نيميرو دو سيري. شاك برودوي، كاع لي برودوي في الدنيا عندهم ان نيميرو دو سيري بور ليدونتيفي. عندي لاني دو فابريكاسيون كيما السيارات كيما كاع عندهم لاني دو فابريكاسيون. عندنا لا بيسونس ابارونت نومينال، هنا عندي 1000 كيلو فيا دونك 1000 ميل فيا دونك 1000 فوا 1000 1000 10 بيسونس 3 فولت امبير. وحنا في لو ترانسفورماتور تهمنا بزاف لا بيسونس ابارونت. بزاف تشوفوا مثلا لي زاباراي يمدلك لا بيسونس اكتيف اللي هي بالوات، يعطيك 1000 وات 1.5 كيلو وات. بصح في لو ترانسفورماتور اللي يهمنا بزاف هو هي لابارونت. على جال من بعد ان شاء الله تشوفوا بلي حنا هذا لا بيسونس الي كونسيرفي بين لو بريمير ولو سكوندير. دونك كي تحب اون جينيرال لا بيسونس ابارونت نحتاجوها، كي نحبوا شغل تكون كاينه كونفيرسيون دينيرجي اونتر دو زاباراي. مثلا عندك ان جروب الكتروجين ياليمونتي مثلا دار، دونك تا هنا الهضره بلا بيسونس ابارونت، عاجل هذا راح يمد انرجي لهذا، وهذا لا شارج ال كونسوم دو تيب دو بيسونس، لا بيسونس اكتيف ولا بيسونس رياكتيف، ولونسومبل يعطي لا بيسونس ابارونت. دونك المقارنه ما تكونش بلاكتيف برك، تكون بلاكتيف ورياكتيف، لي دو يمثلوا لابارونت. دونك حنايا المقارنه تكون بلا بيسونس ابارونت. دونك في الكات تاع ترانسفورماتور تهمنا بزاف لا بيسونس ابارونت. هنا عندي طونسيون دو كور سيركوي، دونك هو يقدر يحمل جوسكا 6% فوق لا طونسيون نومينال. وهذا لو كور سيركوي لانه حنا بزاف وتشوفوها بعد ان شاء الله نديرو ديزيسي اون كور سيركوي، معناها نالمونتي ولو بريمير ولو سكوندير نشنتيوه نردوهم اون كور سيركوي. هاد ديزيسي نديروهم بور كاركتيريزي ولا بور ديتيرميني سيرتان بارامتر دو ترانسفورماتور. دونك حنا يقول لك هو هنايا يودي اتونسيون اون كاو ندير ان سي دو اون كور سيركوي ما لازمش يو سي سي يفوت يعني كيما نقولوا لا طونسيون نومينال بلس 6% دو لا طونسيون نومينال. هنا عندي لو تيب دو كوبلاج، هذا يكون غير في لو كا تاع لو ترانسفورماتور تري فازي. وعلى هذيك لينا خيرت انه ندير بلاك سينياليتيك دان ترانسفورماتور دو 3 فاز، دو 3 فاز اللي فيه 3 فاز، لانه باش نشوفوا هذا الـ باش نشوفوا عفوا درت لو ستيلو كنت حاب ندير اللازر. قلت لكم خيرت تري فازي باش نشوفوا هذه هنايا. دي معناه دلتا اللي يمثل تريونغ، الايكراك يمثل ايطوال. دونك لهنا كي يقول لك دي ايكراك معناه لو بريمير يروح بالايطوال دو بريفيرونس كوبلي لو بريمير بتريونغ ولو سكوندير بليطوال. 11 هذا سيلانديس اورير، هذا ان شاء الله نهار نديرو لو ترانسفورماتور تري فازي نهضرو على لانديس اورير هذا. دونك هذا لو كوبلاج ديرو الموك ديزور الموك كيفاش يكونوا، لانه مادام شوف كل ما يكون عندك تري فازي دير فراسك بلي عندك كوبلاج. دونك مادام هذا ترانسفورماتور تري فازي، دونك لو بريمير فيه تري فازي، لو سكوندير فيه تري فازي، دونك لازم لك ان كوبلاج بور لو بريمير اي ان كوبلاج بور لو سكوندير. من بعد عندنا هنا لانديس دو بروتيكسيون كونتر لي شوك، وهذا نعطي لكم دونك ان طابلو. دونك تشوف اي كا لو نيميرو اللي تشوفوه هنايا تفهم باللي يعطي لك معنى، يعطي لك كيفاش هذا راه بروتيجي كونتر لي شوك، يقدر ما يكونش بروتيجي كاع. دونك مثلا هنايا جروب دو شيفر كاركتيريستيك 00 جوست كاديس، دونك عندك 00 01 02 03 04 05 06 7 8 9 10، وكل واحد فيهم يمثل. مثلا كنشوفو 00 يقولك ماتريال نون بروتيجي كونتر لي شوك، وانت على بالك بلي ترانسفورماتور قد ما يكون بروتيجي اكثر قد ما يكون غالي. دونك اذا كنت في وضعيه ما عندكش ان ريسك دونك تدي تخير ترانسفورماتور دو 00. بار كونتر اذا كان عندك وضعيه وين يقدر يسوفي ان شوك بحيث انه يمد اون انرجي للترانسفورماتور
بما يقارب تاع 0.15 جول تدي ان ترانسفورماتور تاع 0.1. حنا يقول لك ماتيريال بروتيجي كونتر اون انرجي دامباكت دو 0.15 جول شوك ايكيفالون على شوت دون ماس دو 150 غرام دو دوبوي اون هوتور دو 10 سنتيمتر. دونك شغل طاحت فوقو كتله تاع 150 غرام من ارتفاع تاع 10 سنتيمتر. بيان سور ممكن تسالوا تقولوا كيفاش داروها، هي عادي لانه لو ترافاي هو لا فورس فوا لو ديبلاسمون. لا فورس هنا اللي هو لو بوا معنا عندك 150 غرام دونك 10 بويسونس موان 3 باش تجي الكتله، نقولوا في الجاذبيه فوا 10 هذه لو بوا فوا لو ديبلاسمون فوا 10 10 بويسونس هنا تولي موان 2 لانه سنتيمتر يولي المتر فوا. دونك الريزولتا هنا يعطيك لو ترافاي لا فورس فوا لو ديبلاسمون هو لو ترافاي. دونك هنا تجيني 150 تبقى هي هي 10 بيسونس موان 3 فوا 10 تولي 10 بيسونس موان 2 تولي 10 بيسونس موان 4 دونك تولي 15 10 بيسونس موان 3 دونك تولي 0.15 تولي 0.15 جول. هذه هي كيفاش يعني حسبوها، يعني واش يمثلها مع الترانسفورماتور تاعنا. لو كان طيح كان طيح فوقو كتله تكون عنده لا كاركاس تاعو كان طيح فوقو كتله تاع 150 غرام من ارتفاع تاع 10 سنتيمتر راهو محمي من الشيء هذا. بصح لو كان طيح من 20 سنتيمتر ما درنا والو. دونك ماشي غير الكتله برك، ماشي غير الوزن تاعها، الارتفاع اللي تسقط منه، لانه يعني كل ما تمشي مسافه اكثر كل ما تكتسب انرجي اكثر راح تمدها للترانسفورماتور، الترانسفورماتور ما يحملش هذيك لا كونتيتي دينرجي. دونك هنا كل نيميرو يمثل بروتيكسيون. مثلا هنا نقدروا نكتبوا زعما شغل 0.1 قادرين تلقاو 0.1 هذه في الايكا كونتر لي شوك، هذه لا بروتيكسيون كونتر ان شوك. الاي بي انديس دو بروتيكسيون كونتر لو اي لا بوسيير. اذا ترانسفورماتور ثاني هل ترى يكون محمي كونتر المياه زعما تحفو وشتا ولا تكون القطره ولا محمي من الغبار. هنايا ايضا نشوفوا باللي يقدر يكون برومي شيفر كاركتيرستيك برومي شيفر. هنا عندك تلقى دو شيفر، دونك الشيفر الاولاني واش يمثل انديكون لا بروتيكسيون كونتر لا بينيتراسيون دو كور سوليد شيفر دو 0 à 6 او لتر اكس. دونك الاول لهنا تلقى من 0 حتى ل 6 ولا اكس، هذا يعطي لك اسكو كاين كيفاش يبينيتري ان كور سوليد. و دوزيام شيفر كاركتيرستيك انديكون لا بروتيكسيون كونت لا بينيتراسيون دي ليكيد. دونك لي شيفر راح يكونوا عندك من 0 حتى ل 8 اكس. دونك مثلا قادر تلقى 1 اكس، قادر تلقى 3 7، وكل شيفر يمثل حاجه. هنا 3 لتر اديسيونيل اون اوبسيون، وال 4 لتر اديسيونيل اون اوبسيون. دونك اون جينيرال تلقى زوج او خلاوك الاسباس هنا ممكن تلقى حتى 4. دونك الاولاني يمثل بينيتراسيون تاع لي كور سوليد، الدوزيام ليكيد، وعندك دو اوبسيون. كان نحبوا نقراو هنا بالك ما تبان لكمش، يقول لك 0 واش معناه 0؟ ماتريال نون بروتيجي كونتر لا بينيتراسيون دي كور سوليد، معناه هذا الترانسفورماتور تاعك يقدر يدخلو الغبار نورمال باسكو لا بوسيير هي كور سوليد، لو كور ليكيد. بون ماشي كور، عفوا ليكيد ما نقولش عليه كور، سي فلويد. هنايا الان مثلا بروتيكسيون دو ماتيريال كونتر لا بينيتراسيون دي كور سوليد اي ترانج دو ديامتر سوبيريور ا 50 مليمتر. دونك اذا كان الغبار تاعك، اذا كان لي كور سوليد هادو القطره نتاعهم اكبر من 50 مليمتر ما يدخلوش، اذا كان تحت يدخلوا. وانت تعرف الوضعيه تخدم فيها، دونك مثلا تخدم ان ترانسفورماتور محطوط في بلاصه وين كاين الكاريير والغبار وكذا، ماشي محطوط في بلاصه يعني ما فيهاش الغبار وكذا، ولا بلاصه في الصحراء مثلا، الصحراء عندك الزوابع الرمليه ماشي كيما مثلا في الشمال. دونك انت هنا تفيدك لا بلاك سينياليتيك باش تعرف تخيل ترانسفورماتور اسكو هذا يوالمك اون سي كونديسيون ولا لا. وهذا ماشي معناه الانسان يحفظهم، هذا السوفي هو يعرف بلي هنا كاينه هذه. انا واش يهمني منكم كطلبه غدوه تخرجوا ان شاء الله تروحوا تخدموا، كي تشوف الاي بي تعرف بلي يا ودي
هذا يمثل انديك دو بروتيكسيون، الاول يمثل كونتر لي سوليد، الدوزيام كونتر لي ليكيد. تشوف الوضعيه تاعك، تروح تقرا في الطابلو، تعرف ترانسفورماتور تاعك واش وين يحمل واش ما يحملش. دوك علاش قلت لكم في الدخله، ماذا بيا نلفت انتباهكم لهذا الامر. هذا هنا فالور دي تونسيون نومينال بريمير بوسيبل. لو بريمير شحال يقدر، باسكو انت ترانسفورماتور هذا اللي عندنا تقدر تاليمونتيه بليزيور تونسيون بريمير، ما عندوش تونسيون وحده برك، عندك عده خيارات. وشوفوا عندها علاقه مع هذه هنايا، عندها علاقه مع هذه هنا. دونك ان دو تقدر تاليمونتيه 10500 فولت في البريمير. اذا ديت 2-3 تقدر تاليمونتيه 10250، اذا ديت 2-5 تقدر تاليمونتيه ب 10000، اذا ديت 3-4 تقدر تديه 9750، ولا ديت 4-5 تقدر تاليمونتيه ب 9500. هذه لا طونسيون دو بريمير اللي هي لا هوت طونسيون كيما شفنا فوق اش تي. لو سكوندير عندك اي سول طونسيون، لا طونسيون نومينال ولو كورون نومينال عندك 400 فولت. هنايا هادو ان شاء الله اكزامبل دو تيب دو ديفو دو ترانسفورماتور، دي ترانسفورماتور. هادو ان شاء الله نخليهم لفيديو لاحق ان شاء الله. لذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.